شو؟ مقابلة موفقة بس. شرفك سكوت، ما ليش ليتك. Thank you. دكتورة؟ مرحبا. أستاذ غمار. كيفك؟ الحمد لله، ذكرتيني. أكيد. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. يعني أنت دكتورة مالك شايفة إنه من حقي أسأل على الغانم كونه أنا ابنه؟ أكيد من حقك، وأنا عم أقول لك بيك منيح، وزياراتي مجرد روتين لا أكثر ولا أقل لنطمن على صحته. روتين؟ دكتورة رئيسة قسم أمراض سرطانية بتجي لعند الغانم مشان تقصله الضغط وتطمن على قلبه؟ مزبوط، بس شكلك ما بتعرف إنه علاقتي بالوالد منا علاقة حكيم ومريض، هي علاقة عائلية من أيام بيي الله يرحمه. وضحت الصورة هلا قدامك؟ صار في يفوت ولا بعد ما خلص التحقيق؟ لا يا دكتورة، تحقيق شو؟ أبدا ما في تحقيق. بس أنا من حقي خاف وأطمن على بيي. وأنا إذا دكتور عم أقول لك ما في شيء لا تخاف. دكتورة، الحقيقة كلامك ما قنعني كثير، ولسه في جولات كثير بيناتنا. انت هيك عم تفكر غلط. انا بعرف هيدي صحتك وهيدي حياتك وانت بتقرر، بس انا اذا بدي احكي ضميريا وطبيا، انت لازم تعمل فحوصات وصور كرمال لا سمح الله اذا رجع لك المرض ما نخسر فرصه انك تتعالج وتصح. انه من كل عقلك عم تطلبي مني اني اعمل فحوصات كبيان، ما هو اللي اهم مني وابدا مني بهيدي الحياه مات وشبع موت. الله يرحمه. أنا ما بقى في شيء بهالدنيا له قيمة عندي. وقت اللي بيجي الموت أهلا وسهلا فيك. لحظة لحظة، شو عم تعمل؟ كمان عم بتدخن قدامي؟ ما بصير هيك. اعطيني هيدا بليز. خلص هلا طلعت زيارتي ما لها طعم. عم بدك تزعلني يعني؟ انت هيك عم تقتل حالك، عمول معروف، خلص كرمالي بليز. رح ياخذ القداحة كمان، يلا باي.